الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ويكرم أسر وأبناء الشهداء خلال الاحتفالية. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة هاتفياً مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل نشرتنا، كل عام وأنتم بخير. حيث أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الأزهر الشريف. هذا وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأدائهم لصلاة عيد الفطر معهم. وعقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك ألقى خطيب المسجد خطبة العيد داعيا الله أن يجعله عيد سرور وفرح على الكون كله والإنسانية جمعاء وعلى مصر وقادتها وعلمائها وعلى زعيم أمتنا وقائد نهضتنا، سائلا المولى عز وجل أن يوافقه الله بتوفيقه ويؤيده بتأييده وأن يكون له نصيرا. وعقب أدائه صلاة العيد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره. تضمنت الاحتفالية عروضا فنية واستعراضية بمشاركة مجموعة من الأطفال وعدد من الفنانين احتفالا وابتهاجا بعيد الفطر المبارك. في بداية الاحتفالية والتي شاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة أيضا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين جميعا، كل سنة وأنتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بكم، متشرف بوجودكم معنا هنا. وجميل قوي ان احنا في العيد في يوم جميل زي ده ان احنا نبقى مع اسرنا، اسر اهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، هنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا، كل سنة وأنتم طيبين. هذا وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسماء الشهداء، كما حرص على الحديث مع أسرهم والاستماع إليهم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن
للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته للأردن وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار. من جانبه تمنى الملك عبد الله الاتصال الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. خلال الاتصال أعرب الزعيمان عن أمنيتهما بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الشعبين المصري والبحريني الأمن والاستقرار والرخاء. هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، وتبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وخلال الاتصال أعرب الرئيسان عن خالص أمنياتهما بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمانة والازدهار والتقدم. شاركت القوات المسلحة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. شهدنا البطل، مصر دايما فاكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم، دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر، وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوقه المجدعة والرجولة، سبحان الله زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي وفي نفس الوقت انت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 وانا صايمة، انا بحبه حب هي من عند ربنا. والله انا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي انت شايلها، ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا ونورتونا وتشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك إن حضرتك ما نسيتنيش ليا. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعم المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جدا جدا إن دايما فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا.
شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، اما الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الاصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر يعني هو المحرك الاساسي لكل الوطن، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله إن شاء الله يعني زخرا للوطن. وأنا عندي استعداد يعني أقدم نفسي أولا قبل قوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجة يعني غالية علينا جدا. السلام عليكم. كان كويس وإنسان محترم، كان يعني الحمد لله أدب الدنيا وعمره ما زعلني، هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ، قال لي يا ترى لو شاش ديت تتقابل تاني، لو ما تقابلناش انت الدكتورة ملك محمود. بنشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا، وبشكر القوات المسلحة برضو على طول بيقولنا وبيسألوا علينا، وناس محترمة والله بيعملوا أحسن منك. كان نفسي اشوف بابا بس مشفتوش. كل سنه وانت طيب يا ريس، اشكرك انك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا، انا بشكرك يا سعاده الرئيس الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. اسم احمد يشرف في اي مكان يعني. احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابه اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها يعني. فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار، بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكايه غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الامان. فتحيه وجبه لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايلة جميل ولادها، لأن مصر ما بتنسى الشهيد. مصر ما بتنسى الشهيد. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزارة الداخلية أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس على هذه الأسر. يأتي ذلك تقديرا لتضحية الشهداء في سبيل استقرار الوطن واستمرارا للرعاية المقدمة لهم. رحل الشهداء بأجسادهم وبقيت سيرتهم العطرة في وجدان الشعب المصري الذي يحمل لهم الوفاء والتقدير لما قدموه ليحيى الوطن في أمان واستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء مع أسرهم بالمناسبات والأعياد، وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدم لهم هدايا سلمتها لهم مأموريات وجهتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية إلى أماكن إقامة أسر شهداء الشرطة. ويوم عن يوم وأنا بكبر بحس بحاجة طول الوقت نقصاني. كعادة الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي هو
كل سنة أنا بشوف وبتابع من زمان يعني اهتمامه بأسر الشهداء، وكنتش متخيلة أن احنا هنكون في يوم من الأيام أسرة من الأسر ديت. بس يعني طبعا حابين نشكره على اهتمامه، ودايما بيفتكرنا في كل المناسبات وبيبعت هدايا للولاد ولينا. عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح أنا فادتها، مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي. احنا بنحاول نعدي الأيام كده، بس الأيام بتبقى صعبة من غير، صعبة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحة أقول له شكرا جدا، شكرا ان انت دايما فاكرنا وان انت مش ناسينا. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. دي هديه بسيطه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الفطر. شكرا. وغصب عني انا بضعف، لكن ما تخافش انا هعرف برغم الحزن اكمل عمري يا حبيبي. أنا مبسوطة جدا بدخلة الضباط علينا النهاردة، وده بالنسبة لنا عيد لوحده إن هم دخلوا علينا وشرفونا هنا، وإن سيادة الرئيس فاكرنا ومهتم بينا. كل سنة وأنت طيب، ومناسبة الولاية الجديدة ربنا يخليك لنا يا رئيس وما يحرمناش منك أبدا. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش انا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا اللي انت بتجيبها لنا، وان انت دايما بتفرحنا انا واخواتي، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد الفطر. ولو سالوك يا حبيبتي في يوم عني قولي لهم ان انا ابويا فدا حتى. أنا فخورة بي والله، بس صعب بقى الفراق، فراق صعب جدا. بنشكر دخلة الضباط علينا في العيد، وبنشكر السيد عبد الفتاح السيسي ان هو مهتم بنا وبيبعت لنا في كل مناسبه الناس تقدرنا وبتجي لنا، واحنا مش عارفين نقول له ايه اصلا، لان اي شكر مش هيوفي اللي هو بيعمله. انتم ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية جموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفي تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعربت السيدة انتصار السيسي عن أمنياتها بأن يعيد الله علينا هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات. أدى أهالي محافظة الشرقية صلاة العيد بمساجد المحافظة وسط حالة من البهجة والسرور ابتهاجا بقدوم العيد. جاء ذلك وسط انتشار مكثف من قبل قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف لتأمين ساحات الصلاة. هذا وقد احتفلت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية بعيد الفطر المبارك مع أهالي المحافظة عن طريق توزيع الحلوى والبالونات والرسم على وجوه الأطفال لإطفاء البهجة والسرور على جموع الأطفال. موجودين عشان نهني إخواتنا ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. نرسم البهجة على وشوش الأطفال، نوزع هدايا ونوزع شوكولاتة وتوفي، نقول لهم إحنا موجودين مع بعض دايما في كل الأعياد، موجودين مع بعض عشان نعمل الاستراتيجية بتاعتنا وبناء الإنسان المصري. كل سنة وأنتم بخير وطيبين وبخير، والشعب المصري كله بخير وصحة وسعادة،
وبنحيي التلفزيون المصري على ان هو مشاركته الفرحه واللحظات الحلوه ديت معانا. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعوب العربيه دايما بخير وصحه وامان. احب اشكر مؤسسه حياه كريمه على هذا التنظيم الجميل وهذه الفعاليات الجميله في مسجد الفتح في الزقازيق محافظه الشرقيه. انا مبسوطه بالاجواء والفرحه اللي موجوده في الميادين وفي كل الشوارع، وكل سنه واحنا بخير ومصر كلها بخير ودايما في امن وامان. مؤسسه حياه كريمه رسمت البهجه على وشوش الاطفال وزايد بلالين وبونبوني وحسينا بامن وامان في مصر. انا بهني الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وبهني مؤسسه حياه كريمه على الدور اللي هي عملته النهارده على التنظيم الجميل واطلعت البهجه والسرور على الاطفال والشباب والكبار. في الفيوم احتفل الآلاف من المواطنين بعيد الفطر المبارك بعدد من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تواجدت قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وقاموا بتوزيع الهدايا على المواطنين وأبنائهم وتنظيم عدد من الاحتفالات الترفيهية ترفيها وابتهاجا بعيد الفطر المبارك. النهارده احنا في مؤسسه الجرح جايين نحتفل مع ابنائنا في دار عائشه حسنين للايتام، دي احد الدور ومؤسسات الرعايه في محافظه الفيوم، واحنا حريصين دايما على الشراكه معاهم علشان زي ما قلنا كده ندخل السعاده والبسمه على وجوه اطفالنا الايتام اللي كنا النهارده بنشاركهم طوال اليوم فرحتهم بعيد الفطر. التحالف الوطني بنرحب بيهم جدا على الحفله الجميله اللي عملوها لنا النهارده وعلى تعاونهم معانا باستمرار يعني الحقيقه وفي الجمعيه يعني. جايين نساعد اخواتنا اللي في دار الايتام، نحاول نبسطهم بقدر الامكان يعني نشاركهم ونلعب معاهم كده، حابين نكون جزء منهم. احنا دايما في ظهر الشعب المصري دايما كتله واحده، ما عندناش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، احنا كل الاعياد بنشارك فيها، اعياد مسيحيه اعياد اسلاميه، كلنا كتله واحده وكلنا في ظهر الشعب المصري. احنا جايين النهارده عشان نقول لاطفالنا كل سنه وانتم طيبين واحنا معاكم وسعيدين بوجودنا النهارده في وسطهم، وشفنا الفرحه في وجوههم، احنا كنا مبسوطين زيهم بالظبط. احنا موجودين النهارده عشان نقول لهم احنا معاكم دايما، واحنا مش اول مره نتعامل، احنا كنا لسه من يومين حفلة الأيتام كانوا هم شركاء معانا، وإن شاء الله إحنا دورنا مش بس مقتصر على الحفلة أو توزيع الهدايا، إحنا إن شاء الله نرفع كفاءة الدور. شهدت ساحة صناع السعادة بمدينة بدر إقامة وتنظيم صلاة عيد الفطر المبارك. شارك في الصلاة من 40 إلى 45 ألف مصل إلى جانب احتفالات ومهرجانات كبرى احتفالا بهذه المناسبة. بساحة صناع السعادة بمدينة بدر أدى المصريون صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من السعادة والبهجة، معبرين عن فرحتهم وامتنانهم لله أن بلغهم هذا اليوم المبارك بالتهليل والتكبير. عيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير. إحنا الحمد لله دي ثالث أو رابع احتفالية نعملها هنا. الحمد لله كرنفال كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين. دي الساحة اللي تم افتتاح مشروع السيد الرئيس للإسكان الاجتماعي. المنطقة اللي احنا كنا واقفين فيها ديت كانت منطقة صحراء من 5-6 سنين بالظبط. النهاردة الحمد لله احنا مستهدفين النهاردة أكتر من 45 ألف مصلي. العيد يعني تبقى فرحة وبهجة مع الأسرة، بنصلي العيد بعد كده بقى بنزور الوالد والوالدة وبنقابل كل الأحباب والجيران والصحاب يعني، وكل سنة طيبين يعني. تبدأ الاحتفالات في الشوارع المصرية بعد صلاة العيد، حيث يتبادل المصلون التهاني ويعم السرور في كل مكان، كما يقوم البعض بزيارة الأقارب والأصدقاء. كل سنة وانتم طيبين، نعود عليكم الأيام بخير. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرحة للأطفال وفرحة للكبار بصراحة، وحاجة كويسة جدا. بنشكر كل الناس المسؤولة اللي عملوا الحاجة الكويسة دي، بجد حاجة محترمة جدا، ويا رب دايما كده في كل عيد فرحانين كلنا، متشكرين كل سنه طيبين. العيد جميل جدا جدا هنا في بدر طبعا، والتجمع الحلو، ونشكر كل القائمين على التنظيم
وكل سنة وسيادة الرئيس بخير ومصر كلها بخير إن شاء الله. تعد صلاة العيد من أهم المناسبات الدينية، حيث يجتمع فيها المسلمون للاحتفال بانتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك. بالتهليل والتكبير احتشد ملايين المصريين في كل محافظات مصر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مشهد يؤكد على قوة ومتانة وتلاحم أبناء هذا الوطن الواحد. وكل عام وأنتم بخير. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. شهدت حديقة الطفل في مدينة نصر إقبالا كبيرا من المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك. تقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانا وتتميز بالمساحات الخضراء، ما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار. احتفالا بعيد الفطر المبارك استعدت حديقة الطفل بمدينة نصر لاستقبال المواطنين، وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال من أجل التمتع بالمساحات الخضراء والأنشطة المختلفة داخل الحديقة. طبعا استعدادنا للعيد استعداد بيبقى من قبلها بأسبوع. الحديقة تعتبر يعني فيها هي 22 فدان المساحة بتاعتها. الحديقة فيها بعض الأنشطة من كافتيريا، ويوجد برضو منافذ للبيع، لأن يوجد طفطف للأطفال. عربية الإسعاف لازم تكون موجودة في الحدائق والأماكن العامة اللي هي لازم يبقى فيها عربية طوارئ. بنأمن الحدائق العامة، وطبعا لازم العربية تبقى موجودة. حالة طارئة حصلت، حالة إسعافية، بننقلها أقرب مستشفى. بنتم الاستعداد طبعا، بنظبط عربيتنا، بدنا بتبقى تمام يعني. حديقة الطفل تقع على مساحة تتجاوز 20 فدانا وتتميز بالمساحات الخضراء، إلى جانب توفير مسارات للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار. صراحة حديقة جميلة جدا، أنا باجي هنا على طول يعني كل سنة. بعد التطوير بقت أجمل بصراحة. سنه طيبين. ايوه، اليوم جميل النهارده، واحنا بنحب نيجي حديقه الطفل عشان هي بعد ما اتطورت ونطفت كده بقت جميله، وبنقضي يوم اول يوم العيد هنا، وكل مره بنفكر نطلع اقول للعيال تروحوا فين، يقولوا حديقه الطفل. العيد جميل بصراحه هنا، وانا مش اول مره جاي هنا، والحديقه جيتها كذا مره ومبسوطين انا وعيلتي اول يوم طبعا، والدنيا جميله هنا والحديقه جميله بصراحه. لا احنا اول مره نجيها، بس بصراحه هي منظمه ونظيفه، فيها ملاهي للاطفال، مساحات الخضره كتيره، عجبت الأولاد بصراحة. استعدادات تجرى في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك، عن طريق إجراء أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المسطحات الخضراء لتكون متنفسا للمواطنين. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. شهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين بتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك. وللمزيد عن احتفالات العيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، انقل لنا الأجواء لديك. نعم إيمان ومصطفى، كل عام وأنتم بخير، والأمة المصرية والعربية والإسلامية بألف خير بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك. نحن هنا في ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على الاحتفال بأجواء العيد. هنا نتحدث عن أجواء تجمع ما بين أجواء نهر النيل، الأجواء الطبيعية الساحرة والخلابة، بالإضافة إلى أيضا الأجواء للعمارة والحداثة الموجودة هنا في هذا الممشى، ممشى أهل مصر، الذي يفتح أبوابه يوميا من 9 صباحا وحتى 12 ليلا. هذا الممشى مكون من طابقين، الطابق السفلي اللي هو دي موازي لنهر النيل مباشرة، والطابق الأعلى أيضا هناك الكثير من المواطنين الذين جاءوا خصيصا للاحتفال بهذه الأجواء، أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك. نحن نتحدث عن مواطنين مصريين وأيضا مواطنين وزوار من عدة دول عربية وأجنبية. تحدثنا مع مواطنين من دول الأردن وسوريا وفلسطين والسودان والكثير من الجنسيات العربية والأجنبية التي جاءت إلى ممشى أهل مصر للاحتفال بهذه الأجواء الخلابة هنا في كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. وبالتالي نحن نتحدث عن متنزه ومقصد ترفيهي يقصده كثير من المواطنين وكثير من الزوار. هناك كثير من المواطنين والزوار أيضا يقومون بالتقاط الصور التذكارية مع هذه الأجواء الطبيعية وهذه الأجواء الخلابة. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن عملية تنظيمية منذ دخول المواطنين والزوار وحتى أثناء العملية الترفيهية
قيامهم بالممشية أو التمشية هنا في ممشى أهل مصر. هذا الممشى يتكون من مجموعة من المطاعم والكافيهات والمقاهي أيضا التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبالتالي نحن نتحدث عن مقصد ترفيهي متكامل للمواطنين. وهذا الممشى ممشى أهل مصر أيضا في الفترة الأخيرة يعني حظى بإقبال كبير من المواطنين سواء في أيام العيد أو حتى خارج أيام العيد. ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أشكرك أحمد الحسيني على الهواء مباشرة، كنت معنا من ممشى أهل مصر. ما زالت أخبار السادسة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في اليوم 87% للعدوان على غزة أجواء العيد تنتشر في القطاع رغم الحصار والقصف الوحشي. أدى أكثر من 60,000 مصل صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي. شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين منذ ساعة الصباح الأولى للمشاركة في صلاة العيد. أشارت دائرة الأوقاف في القدس إلى أن عددا من الفلسطينيين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى أدوا صلاة العيد في الشوارع المحيطة بالمسجد. يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام على فلسطين وعلى أهلها وهي تتعرض لعدوان همجي وحشي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودخل شهره السابع دون بصيص ضوء أو أمل حول اقتراب لوقف إطلاق النار. واستطاع الفلسطينيون في غزة ورفح وبمخيمات اللجوء التحايل على ظروفهم والاحتفال بعيد الفطر المبارك رغم الظرف الصعب الذي يعيشونه. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، هذا هو شعار كل فلسطيني صاغت له يد الإله قدرة استثنائية على التعايش مع الألم واستنساخ السعادة بأقل القليل. شعب يحب الحياة حبه للموت في سبيل بلاده، يمر عليه العيد فيحتفل في بيته كان أو في خيمة ومع أسرته كان أو مع ذكراهم بعدما صاروا شهداء. وها هو عيد الفطر يأتي على أهل غزة وقد تبدلت أحوالهم، إلا أن هذا لم ينل من يقينهم بأن النصر آت بإذن الله، ثم بعزيمتهم التي تمثلت في فرحتهم بالعيد وفي إقامتهم لشعائر الدين بالصوم والصلاة. بين الركام والأنقاض تراصت البضائع القليلة ونزل أهل غزة للتسوق والاستمتاع ببهجة العيد رغم أنف العدوان والاحتلال. كعك وفطائر وروائح خبيز اشتاق لها الأطفال أو ما تبقى من أطفال وضعت على طاولات وسط البيوت التي تهدمت في مشهد غير مسبوق لا يمكن أن نراه إلا في غزة الصامدة. نساء غزة وبناتهن قامت بخبز الكعك والحلوى الغزاوية في خيام الإواء بكل رضاء وتسليم ليؤكدن في طريقتهن الفريدة أن المرأة الفلسطينية تختارها في تعاطيها للحزن وفي صبرها على المكاره. الفلسطينيون في عيدنا هذا هم حالة إنسانية ينبغي أن تدرس في كيفية المقاومة والإصرار على نيل حقهم العادل في السعادة، فها هم أطفال غزة يشترون الألعاب البسيطة والحلوى، يعشقون طفولتهم رغم أنهم بالحرب صاروا كبارا، يتكلمون بحكمة لا تليق بطفولتهم الغضة، تهدمت مدارسهم ولم يعد باستطاعتهم أن يدرسوا، فاضطروا للعمل تحت أي ظرف للحصول على مبالغ زهيدة تعينهم على قسوة واقعهم.
ها هم الشباب والأطفال يذهبون للحلاق الذي وضع أدواته في بيت متهدم بعدما كانت له دكان مهيئة لاستقبال زبائنه، لم يوقفه الموت أو الدمار عن ممارسة عمله. عيد مهيب، ليس عيدا للفطر فحسب، بل عيدا للحياة وللإيمان وللتمسك بالأوطان، عيدا يحتفل فيه أهل غزة ببقائهم على قيد الحياة وعلى قيد الأمل. ولا عجب، فهم الشعب وأصحاب الأرض. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. يتشارك المصريون والفلسطينيون معا أجواء فرحة العيد في مدينة العريش. وأدى المصريون والفلسطينيون سويا صلاة العيد، أعقب ذلك عرض مصري فلسطيني بأزياء سيناوية بهدف نشر البهجة والسعادة بين قاطني مساكن السبيل بمدينة العريش. ابتسامة وفرحة مرسومة على الوجوه تخفي ألماً دفيناً بالفرقة عن الأهل وضياع الأرض، لكن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام ليحتفل به المصريون والفلسطينيون سوياً بصبغة مصرية فلسطينية ليتشاركوا معاً أجواء فرحة العيد. احنا موجودين حالياً في منطقة طيبة اسمها منطقة السبيل، وهي طبعاً سبيل لكل عابر للطريق، وكان الإخوة الفلسطينيين هم موجودين حاليا في اتخصصت لهم منازل أو شقق في هذا المكان وموجودين فيه، وأنا تعمدت إن احنا نصلي كلنا صلاة العيد فلسطينيين ومصريين وكل الفئات، صلينا صلاة العيد أهلا وسهلا بيهم وبنرحب بيهم، وإحنا مصر طول عمرها في ظهر الدولة الفلسطينية، وإن شاء الله هتفضل في ظهرها لغاية ما تتحل المشكلة الفلسطينية. أحلى يوم ده عشان إخواتنا موجودين في مصر، وأنا عايزة أخليهم يحرروا إخواتنا في فلسطين. هو أخويا هناك. والله العيد في مصر كويس والحياة جميلة يعني، وإحنا من الصبح مبسوطين وبنلعب وبنجري. ترى الجمعة من أطفال وكبار، رجال ونساء، يتشاركون فرحة العيد بتوزيع ألعاب للأطفال فور الانتهاء من الصلاة. تبعها بعد ذلك عرض مصري فلسطيني بأزياء سيناوية بهدف نشر البهجة والسعادة بين قاطني مساكن السبيل بمدينة العريش. رحنا طبعا جمعية الفيروز، استقبلتنا أحلى استقبال، وجينا على هنا على المكان هذا وقعدنا هان وانبسطنا وجابوا ألعاب ووزع وشاركنا في الحفلة، وطبعا المصريين طيبين كتير واستقبلونا أحلى استقبال. النهاردة كان يوم حلو، وأكتر حاجة حبيناها لما هم وزعوا بلالين وفرحوا أطفال فلسطين. النهاردة أحلى يوم عشان كلنا مع بعض وفرحنا فلسطين، وكنا كلنا مع بعض فرحانين. والله هو شعور لا يوصف، يعني ان انا بحكي لك قلوب مليانه بالحزن الحمد لله، بس النصر قريب ان شاء الله وربنا ينصرنا عليهم يا ربي، وربنا مش هيخذلنا يعني، الحمد لله احنا راكنين على ربنا في الامور هذه. يدخل العيد ويدخل معه الامل بالوصول لوقف اطلاق نار مستدام
وهذا ما تسعى إليه مصر بمجهودات لا تتوقف من أجل دعم القضية الفلسطينية بكل أدواتها الدبلوماسية والسياسية والإنسانية. ويبقى معبر رفح البري شاهدا على ملحمة مصرية عنوانها إغاثة الشعب الفلسطيني. هكذا شارك المصريون الأشقاء الفلسطينيين فرحتهم بعيد الفطر المبارك بمدينة العريش، لكن الفرحة لم تكتمل بعد، فلقاء الأحبة من أهل وأصدقاء على أرض محررة هو الفرحة والعيد حقا. كريم بيبرس من مدينة العريش، التلفزيون المصري. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا مدفعيا استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفر عن استشهاد 14 من الأطفال والنساء. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح ومنزلا شرق مخيم جباليا مما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت حشودا لقوات إسرائيلية جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون. أكدت السلطات الصحية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 33482 فلسطينيا وإصابة 76049 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت السلطات أن 122 فلسطيني استشهدوا وأصيب 56 آخرون خلال الساعات 24 ساعة الماضية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و4 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة. وأكد هنية فور تلقيه الخبر خلال زيارته لعدد من الجرحى والمصابين من غزة في أحد مستشفيات الدوحة أن ما حدث لن يؤثر على مطالب الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، مضيفا أن مطالب الحركة واضحة ومحددة ولا تنازل عنها. وافقت إسرائيل خلال محادثات في مصر حول وقف لإطلاق النار في غزة على تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. ستسمح إسرائيل بعودة 150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون فحوصات أمنية بموجب اقتراح أمريكي بشأن الهدنة. في المقابل سيطلب من حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن من النساء والمسنين والمرضى الذين تحتجزهم وما زالوا على قيد الحياة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالحرب في غزة خطأ، موجها المزيد من الانتقادات لطريقة تعامل إسرائيل مع الصراع. وكان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي أن الرئيس هدد في اتصال هاتفي مع نتنياهو بجعل الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي مشروطا باتخاذ خطوات ملموسة لحماية موظفي الإغاثة والمدنيين. وجاء هذا الاتصال في أعقاب غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 من العاملين لدى مؤسسة سنترال وورلد كيتشن الإغاثية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن مجاعة واسعة النطاق في غزة ستؤدي إلى صراع طويل الأمد. وأكد وزير الدفاع الأمريكي ضرورة بذل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية إلى أهالي غزة. أكدت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المساعدات الإنسانية لغزة زادت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. أضافت المسؤولة الدولية خلال جلسة للجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه ينبغي الحفاظ على المستوى الذي تحقق وزيادة المساعدات بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هناك تحولا ملحوظا ونأمل أن يستمر ويتوسع. وأشارت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنه لابد من إدخال ما يزيد على 500 شاحنة يوميا.
وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها تشكل تهديدا للاستقرار العالمي. وقال سانشيز في كلمة له أمام الكونغرس الإسباني، قال إن رد إسرائيل في غزة كان غير متناسب ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية يندرج في إطار المصلحة الجيوسياسية إلى أوروبا. صرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لايس ميغيل باينا بأن الاتحاد طلب من إسرائيل عدم القيام بعمل عسكري في رفح، وأضاف أن أي عملية في رفح الفلسطينية من شأنها أن تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لعملية برية محتملة في رفح، وشدد على أن المدنيين يدفعون أغلى ثمن في هذه الحرب. الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة تستعرضها لنا ليلى عمر. إليك. شكرا لكم مصطفى ميزار وإيمان منصور، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 من 10 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضي، مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون اسطوانة بوتاجاز سنويا وما يقابل هذا العدد من دعم. وأوضحت وزارة البترول في بيان أنه خلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس، كما تم تحويل حوالي 39,500 سيارة للعمل بالوقود المزدوج ليصل إجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط إلى نحو 550,000 سيارة. ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، وذلك ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بشأن أفاق الاقتصاد العالمي، وأظهر التقرير المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بالتباطؤ مطرد منذ الأزمة العالمية عام 2008 و2009. قالت إلفيرا نابيولينا رئيسة البنك المركزي الروسي إن الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة التضخم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تباطؤ التضخم ليس كافيا حتى الآن لبدء خفض أسعار الفائدة. كان استطلاع الرأي أجري الشهر الماضي أظهر أن البنك المركزي الروسي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% في اجتماعه المقبل، مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد. وحذرت الوكالة من أن العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف. وتواجه الصين صعوبة في إنعاش اقتصادها بسبب رياح معاكسة، من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد. عبرت الصين عن قلقها إزاء الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مصانعها وشركاتها بعد أن قال التكتل إنه سيحقق في الدعم المالي الذي تلقاه موردون صينيون لتوربينات الرياح المتجهة إلى أوروبا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماونينغ في مؤتمر صحفي إن تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات الحماية يزداد، كما حثت التكتل على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق الحر. Thank you.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان ومصطفى لاستكمال ما تبقى من النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار السادسة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى أن نذكر بأهم العناوين. الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة عيد الفطر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك ويكرم أسر وأبناء الشهداء خلال الاحتفالية. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة هاتفيا مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ختام النشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.